أهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج بانوراما فلسطينية، ونناقش فيه قضية الأسبوع. فقد أعلنت حركة حماس عن مبادرة جديدة قامت بطرحها مؤخرا على الفصائل الوطنية والإسلامية في لقاء جمع الأخيرة برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. وتحدثت مصادر إعلامية عديدة عن أن المبادرة أو الاستراتيجية تتضمن 5 محاور، وأن ممثلي الفصائل والقوى الفلسطينية بمن فيهم ممثلي حركة فتح أجمعوا على نقطتين في هذه الاستراتيجية أو المبادرة، وهما التصدي لصفقة القرن وإنجاز المصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية. وقال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان أن المبادرة تتضمن الدعوة إلى مؤتمر إنقاذ وطني يحضره الكل الفلسطيني لأجل التوافق على الحفاظ على الثوابت الوطنية الفلسطينية، وأن الحركة ناقشت الفكرة مع القيادة المصرية لدعمها، مؤكدا أن المؤتمر ليس بديلا عن منظمة التحرير. من جهة أخرى، قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم الأربعاء الماضي عقد جلسة المجلس الوطني الفلسطيني في 30 أبريل/نيسان المقبل، وذلك في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، بدون مشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي. وقد رفضت الحركتان قرار تنفيذية منظمة التحرير، وأكدتا أن عقد المجلس الوطني بصيغته وتركيبته الحالية يعمق الانقسام الفلسطيني. من جهتها، قالت الجبهة الشعبية على لسان عضو لجنتها المركزية خالد بركات أنها لن تشارك في أي مجلس وطني لا تشارك فيه حركتا حماس والجهاد الإسلامي وقوى المقاومة، في حين أكدت الجبهة الديمقراطية تمسكها بدعوة اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني من أجل حضورها لهذه الجلسة. ولمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ محمد مشارقة، الكاتب والمحلل السياسي. ولكن اسمحوا لنا في البداية أن نشاهد معا هذا التقرير. بعد أسابيع من المحادثات، عاد وفد حركة حماس من مصر إلى غزة. أولى خطواته كانت الدعوة إلى اجتماع مع رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية. أغلب الفصائل الفلسطينية في غزة حضرت الاجتماع وغابت عنه فتح. الهدف من لقاء الفصائل كان إطلاعها بنتائج الاجتماعات العديدة مع المخابرات المصرية لإعادة إنعاش المصالحة التي وصلت إلى حالة دفعت بعض المراقبين بوصفها بالموت السريري. هنية أكد في اجتماعه بالفصائل على وجوب تحلي السلطة الفلسطينية بالشجاعة والمضي قدما نحو تنفيذ بنود المصالحة على الأرض، فالوقت لا يسمح باجتماعات أخرى ومباحثات أخرى أكثر مما عقد من قبل، والهدف تقوية الجسد الفلسطيني لمواجهة المخططات الخارجية لنسف القضية الفلسطينية، وعلى رأسها ما بات يعرف بصفقة القرن، الصفقة التي توافقت كل الفصائل على رفضها جملة وتفصيلا، مستأنسين في ذلك بالرفض الرسمي المصري لذات الصفقة حسب ما بلغهم عبر قيادات في المخابرات المصرية. ولمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، توافقت الفصائل في اجتماعها أيضا على عقد مؤتمر إنقاذ وطني لوضع استراتيجية موحدة لمواجهة صفقة القرن، وهو ما قد يفهم لأول وهلة على أنه استهداف لدور وشعبية حركة فتح والسلطة الفلسطينية، ما دفع بهنية إلى التأكيد على أن اللقاء يشمل السلطة ولا يسعى لإبراز طرف على حساب آخر. فمن المستحيل مواجهة مخططات نتنياهو وترامب في القضاء على أي حق فلسطيني دون وحدة وطنية حقيقية تستبعد كل المطامع والاستحقاقات السياسية وتقدم مصلحة القضية قبل كل شيء. أهلا بكم مشاهدي الكرام. أهلا بك أستاذ محمد. أستاذ محمد، هل نحن أمام أزمة أو تعميق للأزمة الفلسطينية أم بوادر حلها بناء على هذه المؤتمرات، سواء كان المجلس الوطني أو ما تنوي حركة حماس وبعض الفصائل الفلسطينية الدعوة له؟ يعني بكل أسف، عندما يصر الرئيس محمود عباس على عقد جلسة جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني في محاولة غير مفهومة لتجديد ما يسمى بالشرعية بين قوسين، شرعية القيادة الفلسطينية خارج صندوق الاقتراع وخارج ما توافق عليه الكل الفلسطيني بأن الشرعيات بين منها صندوق الاقتراع بانتخابات رئاسية وتشريعية وانتخابات شاملة لكل ما له علاقة بالجسم الفلسطيني سواء كان شعبي أو كان رسمي،
بمعنى هذه الشرعيات تؤمن هكذا. حتى الآن غير المفهوم لماذا يصر الرئيس محمود عباس على عقد جلسة المجلس الوطني في 30 من أيلول من 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 نيسان القادم. يعني هناك من يقدر بأنه هذا هو طلب أمريكي إسرائيلي، لأن ذلك يعني ببساطة شديدة واستخلاصكم في التقرير الدقيق، إن ذلك يقطع الطريق بصورة نهائية على أي محاولة لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وكذلك يدل على أنه حتى الآن نحن مش مقتنعين، أو يبدو أن القيادة الفلسطينية غير مقتنعة تماما بأن خطوة ترامب بالقدس وإخراج اللاجئين والقدس أي ثلث الضفة الغربية مع اللاجئين مع الحدود من أي تسوية هو عملية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء كل المشروع الدولاتي الفلسطيني. فلا أعلم بالضبط يعني ما الذي همس بأذن الرئيس محمود عباس، وعلى ماذا يراهن من أجل الآن الحديث أنه أنا سأدعو لمجلس وطني بمن حضر بالمناسبة، مراهنا على هياكل أنا برأيي لم تعد ذات فعل وتأثير لفصائل المنظمة التحرير الفلسطينية. والعديد من المستقلين أعلنوا رسميا منذ زمن أننا لن نحضر في مؤتمر بمعنى في رام الله، وما لم يكن في إطار يعني مسعى نحو المصالحة الوطنية الشاملة. هل كان بإمكان الرئيس محمود عباس أن يعقد المجلس الوطني لو افترضنا حسن النية في أي مكان آخر؟ يعني برأيي هناك فلسفة أنا لا أدرك، يعني أن لو أن الموضوع له علاقة بالسلطة الفلسطينية فنقول يعني مبرر أن يعقد كل شيء في الضفة الغربية. أما أن هذا الإطار باعتباره ممثلا لكل الفلسطينيين 13 مليون فلسطيني في المنافي والشتات والمخيمات والضفة الغربية وغزة و48، نحن يعني شعب ارتضينا منذ زمن طويل عنها المنظمة هي ممثل للشعب الفلسطيني بغض النظر عن ما آلت إليه هذه المنظمة، لكن أن يكون هذا التمثيل أن تقصر الآن على المقاطعة ورام الله ومن حضر، هذا يعني عمليا أنك كذلك ليس لديك نية حتى لإصلاح منظمة التحرير ولا أن تبقى ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني، وبالتالي أنت تفتح بيدك كل الخيارات الأخرى لمن يقول بأن المنظمة انتهت. وأنا برأيي يعني حسنا فعلت القوى الداعية الآن لمؤتمر الإنقاذ الوطني في غزة أو في مصر أو في أي مكان من العالم العربي، أنه عمليا أن تقول أننا منذ البداية حتى لا تفشل هذه الخطوة أن مسعانا إنقاذي للحفاظ على الثوابت الوطنية الفلسطينية وليس للحلول محل منظمة التحرير الفلسطينية. لكن أيضا البعض يتساءل عن هذا المؤتمر الإنقاذ الوطني والإشارة إلى أنه سيتم بدعم من مصر، ألا يثير هذا حفيظة محمود عباس وحتى كثير من الفلسطينيين؟ وكيف يمكن في يوم وليلة تصبح مصر محل ثقة بحيث ينعقد مؤتمر إنقاذ وطني في مصر أو برعاية مصرية؟ إن الذي أدار ظهره للمصالح المصرية القومية العليا ولأمنها القومي عندما كانت تناشد القيادة الفلسطينية صباح مساء وطوال سنوات طويلة، نحن لا يمكن أن نسلم لحركة حماس أو لأي فصيل خارج إطار ما يسمى بالشرعية الفلسطينية لا المعابر ولا نعترف بها كقوة في قطاع غزة، بمعنى كان تعاملوا مع حركة حماس في غزة باعتبار سلطة أمر واقع، ولكن ظلوا مصرين على أنه لا يمكن تعامل إلا مع السلطة الشرعية المؤسسة الرسمية. للأسف الشديد هذا لم يستقبل، ومجموعة الشروط ومجموعة اللقاءات اللي تمت في القاهرة كلها الآن أمام تعثر جدي. وأنا برأيي عقد جلسة المجلس الوطني هو إدارة الظهر لمصر عمليا، وبالتالي مصر تشعر بأنه الآن لديها مشكلة في سيناء مفتوحة على إرهاب يهدد الدولة المصرية، ولديها علاقات مع قوى الآن صارت حركة حماس في هناك تفاهمات، على الأقل أننا كشعب فلسطيني كقطاع غزة كحركة حماس لا يمكن أن نكون بمعنى ضد الأمن القومي المصري ولا يمكن نساعد في هذا، ونحن جزء حريصين على مصر واستقرارها. هذا الكلام يطمئن القيادة المصرية، وبالتالي برأيي أنه يمكن خاصة إذا بقيت في هذا الإطار إطار مشروع إنقاذي لتباحث الشعب الفلسطيني خاصة ممثليه بمعنى القدماء في إطارات الفصائل الفلسطينية أو بالجهاد وحركة حماس، إضافة إلى دعوة حسب ما علمت أن الدعوة تستهدف كذلك يعني عدد كبير من الوطنيين والكفاءات والمهنيين الفلسطينيين من أجل تمثيل يعني كبير، بمعنى الحديث لا يجري عن مجلس وطني أو جلسة، الحديث يجري عن 2,000 إلى 3,000 عضو، يعني مؤتمر جماهيري شعبي كبير يعقد، وفي هناك محاولات للتفاهم مع المصريين يعني يعقد في غزة مثلا، وأنا أتمنى مثلا أنه فعلا هذا يتم في غزة وليس في أي عاصمة عربية، لاحظ لأنه إذا أمن المصريين دخول الناس ولما لا أن يعقد في غزة في محاولة للقول أنه هذا المؤتمر هو مؤتمر من أجل التأشير على أن
سنحافظ على الثوابت، سنرفض صفقة القرن، سنرفض أي حلول تصفية القضية الفلسطينية، سنسعى دائما باتجاه المصالحة والثوابت الفلسطينية. وأنت تذكر المصالحة، ذكرت بعض الشخصيات الفلسطينية وأظن الدكتور إسماعيل رضوان في حركة حماس قال أن أهم المخرجات لمؤتمر الإنقاذ ستكون اعتماد المبادرة الوطنية الفلسطينية التي تتكون من 5 بنود، من أهمها مواجهة صفقة القرن. والبعض يشكك أن كيف يمكن لمصر أن تواجه صفقة القرن ونحن نعرف العلاقة الاستراتيجية والتعاون الكبير بين مصر وإسرائيل من جهة ومصر وأمريكا من جهة أخرى، كيف يمكن التوفيق بين ذلك وذاك؟ يعني أنت إعلامي وأكيد تتابع، أنا برأيي هناك تراجع في يعني بمعنى واضح في الموقف المصري والسعودي بشأن المبادرة الأمريكية، وأنا أقول هذا يؤكد ما نقوله دائما، إذا ما توحد الشعب الفلسطيني على رفض هذه المبادرات لن يجرؤ طرف عربي على إملاء على الشعب الفلسطيني. المهم أنه نحن كفلسطينيين أن نؤكد أننا سنرفض ونستمر في المقاومة حتى النهاية، لأنه على من سيفرضوا؟ أنتم محتلون لهذه الأرض وأنتم عمالين صدرتم وبنيتم جدار لكن لا تستطيعوا فرض الاعتراف على الشعب الفلسطيني، وبالتالي لا يجرؤ عربي أنا برأيي مهما كان قوته لا مصر ولا السعودية ولا غيرها أن تفرض على الشعب الفلسطيني موافقة على مبادرة تخرج القدس من التداول وتخرج قضية اللاجئين. هذه قضايا معقدة لا يمكن لطرف واحد أن يستفرد بها أي الولايات المتحدة وإسرائيل، هذه قضية إقليمية ودولية وتؤثر على السلم والاستقرار في العالم. بالتالي أنا برأيي في تراجع مصري، هذا قراءتي أنا، وتراجع حتى أيضا سعودي، أنه نحن سنوافق ما يوافق عليه الفلسطينيون، ذلك مهم للغاية. طيب هو سيد محمد يعني ربما يعني يأخذني هذا إلى سؤال حول المجلس الوطني الفلسطيني والدعوة لانعقاده رغم عدم وجود التوافق الوطني ورغم رفض كثير من الحصائل أنه يعقد في رام الله، إصرار الرئيس عباس يقرأه البعض بأنه ربما محاولة ليس لمواجهة صفقة القرن بل ربما لتمريرها، هل يمكن أن يكون هذا هو هدف عقد المجلس في هذه الظروف في هذا المكان في هذا الوضع الفلسطيني البائس؟ أنا إذا قرأت الأمور يعني أو فككنا بالضبط الموقف الفلسطيني والأمريكي، أنا رأيي أن لا أحد، لا السيد محمود عباس ولا أحد ولا فلسطيني واحد يستطيع أن يوافق أو حتى يناقش صفقة القرن، هذا كلام مستحيل. أما أن يدير الوضع كما هو في المقاطعة وما حولها واستمرار شيء يسمى كيان يسمى السلطة الوطنية الفلسطينية، هذا ممكن، ورغم كل شيء نحن صامدين وقاعدين على الأرض والعالم سيدفع لنا ثمن يعني إدارة المسألة حتى يجدوا هم حلول، لكن لا يستطيع أحد بالساحة الفلسطينية أن يوافق على ولا أتمثل. أنا برأيي هي لا تتعدى إجراء رمزيا تأشير لبعض الناس لبعض القوى الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل رئيسي أنه إحنا عمليا مش راح نروح لمصالحة مع حركة حماس، هذا واحد. النقطة الثانية أنه إحنا عمليا يعني نجدد لمن يشكك فينا الشرعية الفلسطينية بأن المجلس الوطني هو أعلى سلطة وبالتالي يجدد لنا كسلطة. واضح. اسمح لي أن أشرك معنا السيد حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس من غزة. سيد حازم أهلا وسهلا بك معنا، وليتك تضعنا في صورة هذه المبادرة التي تم الحديث عنها وتم مناقشتها بينكم وبين الفصائل الفلسطينية، وهل فعلا مصر يمكنها أن ترعى مؤتمرا للإنقاذ الوطني الفلسطيني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المبادرة التي طرحها الأخ إسماعيل هنية رئيس المجلس السياسي خلال اللقاء مع الفصائل الفلسطينية هنا في غزة تهدف بالأساس إلى محاولة توسيع ما هو مشترك بيننا وبين كل الفصائل وتوسيع قاعدة العمل الفصائلي المشترك من أجل فعلا مواجهة هذا التحدي الواضح والمتجسد أمام هذه القضية الفلسطينية العادلة. هذه المبادرة تأتي يعني أولاً لتوحيد الجهود، ثانياً لسد الفراغ الكبير الذي تركته السلطة بعجزها عن أي حراك يمكن أو حراك جد يمكن أن يواجه يعني ما يخطط للقضية الفلسطينية خاصة الولايات المتحدة والحكومة اليمينية في إسرائيل. السلطة ارتكبت كل ما هو خطأ في طريقة مواجهتها، لا هي سهرت الأطراف في إسرائيل ولا هي ألغت الاتفاقات ولا هي أوقفت التنسيق الأمني ولا هي صارت في مسار المصالحة
أولا هي اتخذت طبقت القرارات التي اتخذتها قبل شهر. نحن أمام فراغ كبير تترك السلطة وقيادة حركة فتح. هذا المؤتمر هو يعني محاولة لإيجاد عنوان فلسطيني شرقي أيضا حركة فتح لزيادة برنامج نضالي كفاحي، زيادة برنامج سياسي مشترك. وأعتقد أن هناك ما هو يعني يمكن أن أتفق عليه بشكل واضح وبشكل جلي يعني بينه وبين كل مكونات الشعب الفلسطيني. إن كانت السلطة وهي صاحبة البرنامج السياسي الأكثر هبوطاً ترفض علنا ما يخطط للقضية وما ما يسمى بنقطة القرن، إذا هناك ما هو مشترك كبير يمكن أن نبحث في مثل هذا المؤتمر. وأعتقد أنه يعني بإمكاننا أن ننجز شيء في هذا المجال. طيب سيد حازم قاسم، لماذا رفضت حركة حماس المشاركة في المجلس الوطني الفلسطيني الذي سيعقد في رام الله نهاية إبريل القادم؟ أليس ذلك شقا للصف الفلسطيني؟ أولا يعني من أعلن عن عدم دعوة حماس هي يعني حركة فتح، قالت أنه لا حركة حماس ولا حركة طالبان المدعوة، وهناك موقف رقص من الجبهة الشعبية وهناك مواقف سلبية من ذات الفصائل. إذا هم من رفضوا دعوة حماس. هذه بداية. كلنا شاهد اجتماعات المجلس المركزي قبل شهر وحماس إذا رفضت المشاركة فيه، ورأينا الخطاب السياسي الهابط، عدم وجود أي خطوة على الأرض، تشكيل لجنة لدراسة إمكانية تنفيذ كذا. إذا نحن أمام يعني عجز سياسي تمارسه قيادة المنظمة. هناك اتفاق واضح منذ 2005 2009 2011 2014 2017 في الفصائل في القاهره توصف على ضروره عقد مجلس وطني جديد بالانتخاب او التوافق. اتفقنا على هذا الامر بوجود حركه فتح في اجتماعات بيروت قبل عام. انسحبت حركه فتح من هذا الاتفاق. نحن نريد مجلس وطني توحيدي يشارك فيه الكل، وليس مجلس وطني قديم لا تشارك فيه القوى الاساسيه في شعبنا الفلسطيني. مجلس وطني لم ينتخب، لم يختاروا احد غير معلوم الاعضاء حتى الان. يعني كل المخرجات السياسيه السابقه من اتفاق اوسلو وغيرها هي محل خلاف وجود الفلسطيني. لكن يمكن لمجلس وطني بهذا الشكل ان يستطيع ان يفرض قرارات تواجه تحديات كبيره يمر بها شعبنا الفلسطيني. لكن سيد حازم، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور صابع رقات قال إنه حركتكم تواصل رفض الشراكة السياسية وتصر على البقاء كسلطة موازية، وذلك من خلال رفضكم للمشاركة في هذا المجلس الوطني المزمع انعقاده نهاية إبريل القادم، وقال أنكم تحرفون الكلم عن مواضعه وتخربون الأمور من خلال عدم المشاركة ورغبتكم بتعدد السلطات. ماذا تقول بهذا الكلام؟ هذا صحيح كلام مؤسف أن يصدر من شخص مثل الدكتور سعد عريقات، وأنا أستغرب يعني أن يتحدث بهذا المنطق أو بهذه الطريقة. من رفض نتائج الانتخابات عام 2006 هي السلطة، من شكل سلطة موازية مقابل السلطة الشرعية وهي حكومة الدكتور إسماعيل هنية هي قيادة حركة فتح. من يرفض الشراكة يعني حتى مع شركاء في المنظمة، انظر إلى اجتماعات اللجنة التنفيذية التي تشارك فيها الفصائل، حجم التفرد بالقرار الفلسطيني، سلوك الرئيس عباس القمعي لكل الفصائل الفلسطينية، كل الفصائل ترفض يعني العقوبات على قطاع غزة وهو يصر كشخص عليها. هناك حالة من التفرد غير المسبوقة في تاريخ القضية الفلسطينية يمارسها الرئيس عباس. هناك يعني ندام لأي منطق منطق الشراكة الفلسطينية. حماس يعني قدمت خطوة كبيرة بأن تخلت عن حقها في تشكيل الحكومة لأنها تعطي الأغلبية في المجلس التشريعي، وقدمت هذا الأمر للسلطة في سبيل إنهاء الانقسام وتحقيق المصالح الفلسطينية. أما نقدم مثل هذه الخطوة السياسية الكبيرة لا يمكن أن يتهم بأنه صاحب منطق تفرد وصاحب منطق عدم شراكة. واضح. من يقبل على التزام الأمور بالضبط هناك في رام الله هو المتفرد الأساسي، هو من يتخذ كل القرارات التي لا يجمع عليها لا فصائليا ولا شعبيا ولا جماهيريا. طيب سيد حازم، مؤتمر الإنقاذ الذي يمكن أن ينعقد أو على الأقل تدعو له حركة حماس وتحاول ترتيبه مع الجهات الإقليمية وخاصة مصر، استراتيجية النقاط الخمسة التي عرضتها حركة حماس على الفصائل
أهم نقطة فيها هي التصدي لصفقة القرن. الآن كيف ستتم مواجهة صفقة القرن والفلسطينيون مقسمون؟ ما هي يعني كيف يمكن أن يتقبل الشعب الفلسطيني ويقتنع بأن هدف هذه المؤتمرات وهذه المبادرات هو التصدي لصفقة القرن؟ هل يمكن للشعب الفلسطيني أن يتصدى للصفقة مقسما؟ بالتأكيد لا. أي جهة يعني غير موحدة منقسمة هي تستطيع أن تواجه تحديات بسيطة، فكيف ونحن أمام تحدي كبير يتمثل بإرادة أمريكية واضحة تجاه القضية الفلسطينية التي تحدياتها بدأت بالخلق واللاجئين، وهناك يعني مخطط كامل عند أو رؤية عند الإدارة الأمريكية، وهناك حكومة يمينية هي الأكثر تطرفا فيها نتنياهو وليبرمان وبنت، يعني تشكيلة هنا في تل أبيب هناك في واشنطن عجيبة. إذا حماس منذ أن أطلقت مسار المصالحة وقدمت خطوتها الكبيرة منذ إعلانها لحل اللجنة الإدارية كانت تدرك وكانت تفتقر له أن هناك تحدي كبير يتبلور الآن ضد القضية الفلسطينية، وأنها لأجل مواجهة كل ذلك أن هذا خطر داهم حقيقي يواجه هذه القضية يجب أن ننهي هذا الانقسام. وحماس قامت بخطوات دراماتيكية كبيرة، يعني الفصائل الفلسطينية كلها أجمعت على أن حماس قامت بما يجب عليها، رأي عام فلسطيني وحتى وثيق مصري. لذلك إدراكا منا لضرورة أن تكون موحدين في وجه القضية قدمنا كل هذه الخطوات، وأعتقد أنه فكرة وصلت. نعم. شكرا سيد حازم القاسم الناطق الرسمي باسم حركة حماس، كان معنا عبر الهاتف من غزة. أستاذ محمد، يعني الموقف الفلسطيني واضح أنه في تطور في موقف الجبهتين الشعبية والديمقراطية، على الأقل من خلال تصريحات لقيادات في الجبهتين أنهم لن يشاركوا في المجلس الوطني الفلسطيني في رام الله. هل تلحظ مثل هذا التطور في الموقف وخاصة الجبهة الشعبية التي يعني كما ورد في تقريرنا في البداية تحدثت بشكل قاطع أنها لا يمكن أن تحضر، والجبهة الديمقراطية قالت أنه إذا لم يكن تكن الدعوة باسم اللجنة التحضيرية التي اعتمدت في اجتماعات بيروت إذا بتذكر قبل سنة ونصف أو سنتين أو سنة ونصف نعم فلن تحضر، هل هذا تطور؟ أنا برأيي نحن وأنتم والذي كتب التقرير بحاجة إلى تدقيق هذه المواقف. أنا باعتقادي أن الجبهة الديمقراطية تتحدث عن إجراء يعني هو بروتوكولي أو شكلي، حتى بمعنى كيف سنتعاطى مع اللجنة التحضيرية الخاصة بعقد اجتماعات المجلس الوطني. هذه قضية ستحل وليس لديهم مشكلة بالمناسبة، وسيحضروا، وأنا أقول لك بكل دقة وهذا سنتأكد منه في الأيام القادمة، الجبهة الشعبية داخل الوطن ستحضر اجتماعات المجلس الوطني بشخوص مندوبيها الموجودين في الضفة الغربية. أما في الخارج فسيترك الخيار بمعنى للمشاركة في أي جهد لاستعادة تحت هذا الشعار في أي مؤتمر إنقاذ ستشارك أيضا الجبهة الشعبية. يعني هل تقصد أن الجبهة الشعبية على وجه الخصوص يمكن أن تضع رجل هنا ورجل هنا لها يعني ليس هذا لك زهاك تماما، لأنه أنت مش طارح حالك في مؤتمر الإنقاذ الوطني في غزة أو في القاهرة أو في أي عاصمة عربية كجسم قيادي جديد للشعب الفلسطيني. هو مؤتمر للإنقاذ، لا يعني تجمع لفعاليات الشعب الفلسطيني وقواه الحية ومثقفيه وكتابه وفعالياته المهنية وغيرها، وتمثيل جغرافي وجهوي يشمل الشتات الفلسطيني كاملا، ليقول نحن متمسكون بواحد اثنين ثلاثة أربعة. أنت لم تطرح في مؤتمر الإنقاذ الوطني باعتبارك منظمة تحرير جديدة أو طالب. صحيح، حتى أن القيادات التي دعت إلى هذا المؤتمر لا تقول ذلك. نعم. لذلك هم سيشاركوا هنا بهذه الصفة وهناك بتلك الصفة، لا تعارض بينهم. اسمح لي أن نجلي الموقف، موقف الجبهة الشعبية، من خلال الاستماع إلى متحدث باسم الجبهة القيادي في الجبهة الشعبية زاهر الششتري من نابلس. السيد زاهر، أهلا وسهلا بك معنا. أهلا وسهلا الكرام. سيد زاهر، ما هو حقيقة موقف الجبهة من انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في رام الله؟ وهل فعلا ستشاركون كما يقول ضيفي هنا في الاستوديو محمد مشارقة، ستشاركون في النهاية في هذا الاجتماع كما أنكم من المتوقع أن تشاركوا في اجتماع ستدعو له حركة حماس بدعم مصري وهو مؤتمر الإنقاذ الوطني؟
يعني الجبهة الشعبية، أريد أن يكون واضحا بشكل مباشر، الجبهة الشعبية لديها موقف واضح جدا بالحفاظ على منظمة التحرير الفلسطيني، ممثل شرعي ووحيد للشعبين الفلسطيني، لكن بنفس الوقت لديها ملاحظات، بعض الملاحظات عبرت عنها إن كان في اجتماع المركز الأخير أو إن كان في الحوارات اللي خوضها حركة فتح، تحديدا فيما يتعلق في تصديق قرارات المركز الأخير وقبل الأخير، وفيما يتعلق في تطبيق الاتفاقيات الموقعة ما بين فصائل العمل الوطني والإسلامي في تحديدا في اتفاق القاهرة 2011-2012 وما جرى في اتفاق القاهرة 2005 وبالتحديد نحن متمسكون بما جرى في بيروت بلقاءات شباط التي وضعت مخها بالشباط الأخير، ليس هذا الشباط ولكن الشباط الأخير من دولة المقطع، كل اللقاءات التي تؤدي بشكل واضح جدا إلى تشكيل مجلس وطني جديد وفق اتفاقيات وحوارات معمقة شاركة بجزء منها الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وبالتالي نحن كان لنا موقف واضح جدا بأن أي موت أي مجلس وطني قد يعقد في الداخل هناك ملاحظات، وهذه الملاحظات قد أبدت الجبهة الشعبية عليها ملاحظات عكستها بشكل واضح جدا للأخوة بحركة فتح ولجنة التدين عشان العقودة. سيد زاهر، مجلس وطني توحيدي، المجلس الوطني التوحيدي يعقد في الخارج، وهذا موقف الجبهة الشعبية كان في السابق ولا زال. بأن يجتمع المجلس الوطني الفلسطيني مجلس توحيدي بخصوص تم الاتفاق عليها والتشاور حولها في لقاء بيروت الأخيرة. اسمح لي سيد زاهر، يعني لكم ملاحظات على عقد المجلس الوطني في رام الله وهذا موقف واضح، لكن السيد بركات عضو قيادة الجبهة قال أن إصرار السلطة على عقده في رام الله يمثل محاولة لترتيب بيت فريق السلطة وليس الشعب الفلسطيني، وذلك للتجاوب مع مخططات الاحتلال وعلى رأسها التماهي مع صفقة القرن. هل فعلا لديكم تخوفات من تمرير أو استخدام هذا المجلس لتمرير صفقة القرن بدل مواجهتها؟ هذه التخوفات موجودة تحديدا بأننا نتطلب بأن يكون هناك انعقاد لإطار القيادة الموقف في الشعب الفلسطيني الذي يضم في ثنايا الأخوة في حركتي حماس والجهاد الإسلامي لكي يتم نقاش كل الشأن الفلسطيني وبلور الأمور القادمة تحديدا فيما يتعلق إن كانت الجوانب النضالية والدفاعية للشباب الفلسطيني أو الجوانب السياسية. وبالتالي دعوة المجلس الوطني دون اتفاق وطني شامل بمشاركة الأخوة في حركتي حماس والجهاد الاسلامي يضع التساؤلات، وهذه التساؤلات مرفوعة للكل الفلسطيني وليس للجبهة الشعبية لوحدها. السيد زاهر ششتري القيادي في الجبهة الشعبية من نابلس، أشكرك على هذه التوضيحات وهذه المشاركة. سيد محمد، يعني قد يبدو موقف الجبهة الشعبية أقرب إلى ما ذكرت ربما من خلال هذه المداخلة، لكن يعني قيادة الجبهة الشعبية سواء التي حضرت الاجتماع الذي قرر فيه عقد المجلس أو السيد بركات عضو القيادة المركزية للجبهة، على الأقل سقف الكلام سقف مرتفع عن ما تفضلت. الآن السؤال هو ما هو المخرج من هذه الحالة التجاذبية العنيفة نسبيا فيما يتعلق بمنظمة التحرير وعقد المجلس والتلويح بجسم قيادي؟ صحيح أنه يقال أنه ليس بديل، لكن يعني علمنا التاريخ أنه يمكن أن يتم استثمار مثل هذا التجمع ليكون بديلا عن منظمة التحرير في النهاية. شوف، كل التجارب السابقة لتجاوز منظمة التحرير أنا برأيي فشلت، بما فيها نوايا حركة حماس القديمة بالمناسبة. أنا برأيي اقتنعت بالأخير أنه هذا مسعى ليس من السهل تجاوز منظمة التحرير الفلسطينية، لكن للأسف الشديد أنه عمليا، لأنه مثل هذا القرار ليس قرارا محليا ربما أو فلسطينيا، لأنه هذا موضوع تراكمي كبير له علاقة بالوعي الجمعي عند الفلسطيني غير الشعب الفلسطيني، يعني حتى أو أنه حماس بدها يعني تقول على يعني جمهورها مش موافق على منظمة التحرير، بس جمهور حماس ليس جمهور الشعب الفلسطيني، يعني هذا جمهور حزب سياسي. بالتالي هي قصة صعبة جدا أنا برأيي، لكن خطورة وين أن يعقد الرئيس محمود عباس جلسة المجلس الوطني يوم 30/4 في أنا برأيي أنه يجمد الحالة الفلسطينية، لأنه لن يجرؤ ولا طرف بالمناسبة ولا حتى حركة حماس بكل ما تملكه في قطاع غزة أنه عمليا أن تعلن بأنها يعني ستستفرد في حالة فلسطينية، سواء كانت تنظيمية في إطار قيادي وطني أو حتى في إطار بمعنى إدارة قطاع غزة، والتجربة خلال العشر سنوات الماضية دللت على ذلك. بالتالي نحن عمليا في مأزق كبير، لكن هل يعجز العقل الفلسطيني أو هل يقبل كل العقل الفلسطيني أمام حالة
خطرة للغاية، تشبه نكبة فلسطينية جديدة. المشروع الأمريكي الإسرائيلي إنه ما ألا يجد خطوات مبدعة تعيد الوحدة أو تعاود استنهاض الحالة الفلسطينية. أنا برأيي الذي يراهن على أن الفلسطينيين سيصمتوا وأن محمود عباس يجمد الحالة الفلسطينية يكون واهم، لأنه في هناك عشرات عشرات المخارج كي يشكل الفلسطينيين بمعنى حالات تواجه فيها المشروع الأمريكي. كيف؟ وهو هنا السؤال للأستاذ محمد. يعني في حالة التجاذب الشديد والانقسام ومجلس وطني هنا من غير توافق ومؤتمر إنقاذ هنا من غير توافق، كيف يعول على الحالة الفلسطينية أن تفشل صفقة القرن في هذه الحالة؟ أنت عندما تتحدث عن مجتمع اللاجئين الذي كان هو مجتمع انطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة بمنتصف الستينات، أنت تتحدث عن جمهور ما زال حتى الآن يعني يرى في هناك وعي جمعي، يرى في المقاومة وكذلك في مشروعها الوطني بتحرير البلاد ما زال قضية مقدسة، ليس من السهل على الإطلاق على أحد أن يتجاوز. وبالتالي هناك عشرات المبادرات ستظهر أمام ضعف وهزال الحالة الوطنية الجامعة في إطار منظمة التحرير، وأنا برأيي هذا مبرر ومشروع. كل فلسطيني الآن يستطيع أن يقول أنني أريد أن أقدم قصتي في معركة في النضال في مواجهة المشروع الصهيوني الأمريكي، سواء كنا في المنافي أو كنا في الداخل. بالتالي هو إضعاف الحالة الفلسطينية هي إضعاف للحالة القيادية الفلسطينية، لكنها لا تعني إطلاقا إضعاف حالة الشعب الفلسطيني بمكوناته المختلفة. قد لا نصل إلى حالة جديدة لمنظمة التحرير أو إطار قيادي يجمع الفلسطينيين ويجمع عليه الفلسطينيين، لكن سنرى عشرات المبادرات التي تسعى كي تبقى الراية مرفوعة راية الشعب الفلسطيني وتسعى لمواجهة صفقة القرن بدون أدنى شك. أشكرك أستاذ محمد مشارقة الكاتب والمحلل السياسي، وكل الشكر لكم مشاهدين الكرام على المتابعة، وإلى أن نلتقي هذا الزهر براوي يودعكم وإلى اللقاء.